الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ووليداتكم لا فامي إن شاء الله من هذا الفيروس يا ربي ما يكون غير خير. اليوم خواتاتي جيتكم بغوسات جديدة وهي لا تارت أو زاموند. لا تارت أو زاموند واش يلزم لي ليها؟ يلزم لنا ليها إن بات صابلي أو زاموند، إن بات بريزي أو زاموند، ويلزم لنا إن بات أموند لاموند أوسي بور لا فارس. نبداو بالمقادير. بوغ لا بات، لا بات لازم لنا 250، نعطيكم المقادير. بوغ لا بات 250 فرينة، 125 زبدة، مغرفة تاع لوز، زوج مغارف تاع سكر، وصفار تاع حبة بيض، وان بانسي دو سال درتو على الفرينة، ومغرفة تاع حليب. نبداو لا فارس، واش يلزم لنا؟ يلزم لنا 125 لوز ملحي، 100 غرام تاع لوز زيفيلي باش نزوقو به، مغرفة تاع كونفيتور كبيرة باش نإطالو لي تارت من تحت نوريلكم كيفاش نديرو لها، و 40 غرام تاع سكر، سكر أحمر وسكر الأبيض، سكرو و لو سكر بلون. دروك نبداو بلاباط. لاباط نحطو 250 فرينة، 125 زبدة، مغرفة كبيرة تاع لوز، زوج مغارف تاع سكر، لابانسي تاع لو سال كنت درتو، ونديرو عليها صفر واحد بيض، ونخلو كلشي يتخلط مع بعض. ونرجع معاكم، نزيدو وحدة على الرانيسيتها، ونخلو كلشي يتخلط. هذه قلنا إن بات بغيزي بلي زاموند ولي سكري. نخلو كلشي يتخلط ونرجع معاكم. فوالا لاباط تاعنا، نزيد عليها شوية تاع حليب مغرفة، فوالا لاباط تاعنا راهي وجدت. دروك لايمها خليها تفتح، خلي هذا باش نعاود نخدم بيه. فوالا لاباط تاعنا عيونا، يجي فيها اللوز هذاك اللي درنا فيه، يجي محبب في لاباط. دروك نخليوها ترتاح، هذه صاك نجي نامبورت كو. فوالا دروك انا درناها في الصاك، نخلوها ترتاح ونبدا معكم في لاباغي تاع اللوز كيف نديروها. هذه لاباغي واش نديرو فيها؟ نديرو فيها 100 غرام تاع زبده، 100 غرام تاع سكر، خلطتو ابيض و لو سكرو، فوالا خلطوهم مع الزبده، خليهم يتخلطو مليح ونرجع معاكم. قلنا درنا 100 غرام تاع زبدة، 100 غرام تاع سكر، 50 غو 50 بيض، عندنا هنايا 100 غرام تاع لوز ملحي، عندنا 100 غرام تاع لوز ملحي، 80 غرام تاع لوز إيفيلي، عندنا زيت دو سيترون اللي رايحين نديروه في الخليط، عندنا معاه زوج مغارف فارينة نديرهم في الخليط تاع الزامون، زوج حبات بيض، وحده تاع لافاني، نخلطو مليح ونرجع معاكم. نكسرو زوج حبات بيض تاوعنا، كنا غسلناهم، نزيدوهم في الخليط، ونزيدو عليهم بالأقل اللوز تاعنا. اللوز تخلو شويه نحبب هاكي ناكلوه، تجي لا تارت بنينة. ونزيدو وحدة تاع لافاني، خلو كلشي يتخلط، نديرو هادي لاكخام تاعنا تبدا مليحة، شوفو كيفاش ترجع.
هذه اون كرام وزامون. فوالا لا كرام تاعنا ولدت. نهبطو كاع واش كاين. كما راكم تشوفوا القوام تاعها يجي هكايا. دابا نخليها ترتاح شويه ونرجع معاك. تاعنا ريحت دوك واش نديرو؟ دوك نحلوها ونعمرو هذو لي بتيمول. مع غير بالقبس هذه تجينا طرية. ونبداو كيما راكم تشوفو نطلعو. دركو مليح ها ها. نكملو نزيرو مليح وميليو زيرو مليح وميليو باش يجو كيف كيف كيما راكم تشوفو. نزيد نحل العجينة هذه اللي بقات ونعاود نولي معاكم. بزي كما راكم تشوفوا كي نحطوها نزيروا لها غير لي كوتي. فوالا نسقموها ميليو نزيدو هذي ثان. طلعو مشوية من بعد كي يطيبو كي يهبطو يجو جي جيست. دوك شوية تاع العجينة ونرجع معاكم. دخلتو لها تاعنا طابو واش نديرو دروك؟ نثقبوهم بالفرشيطة كيما دابا هيجي هكا ميطلعلناش لا قطرتلعلناش غير
شويه ماشي بزاف. ثقبوه مليح. وهنايا في هذا لوفون كل واحد واش يحب. كاين اللي يبغي يدير في لوفون دي بيبيت دو شوكولا، يدير لي بيبيت من تحت ويدير عليهم لا بات داموند من الفوق. كاين اللي يحب يدير، انا اليوم انا عندكم اون بوتيت كويغ تاع لا كونفيتور تاع المشمش، نديرو غير شويه من تحت فوالا لوفون تاع لا تارت، نديرو له شويه كيما راكم تشوفو. ديرو دي بيبي دو شوكولا كل واحد واش يحب يدير. من بعد راح نوريهم لكم اون اوتر فوا افيك اون كريم، نديرو من كريم هذه لا تارت او زامون، نديرها لكم افيك اون كريم. شوفوها ثاني تجي بنينه كيما نسيناها بهذا، خطره اخرى سيوها افيك اون كريم. نديرو فيهم كاع شويه شويه غير لو فون تاع لا تارت. ودروك نعمروهم بليزاموند، بليزاموند نعمرو هكايا هيا باش ما نغلطش. نعمرهمش بزاف باسكو هادو لي زاموند يطلعو. يجيو شابين هادو لي طرفلات، تقدري ديري طرط كبيرة، تحبي ديري طرط ومبعد تقسميها، بصح هكا يجيو سي براتيك، كي تقدري تعطيها كل واحد حبة وهي رايحة، ماشي كيما تبداي تقسمي و نعملو هذا كبار تاعنا. جاتنا خيس خيس ما نضيعو والو كيما راكم تشوفو، يطالوها باختو وانا نضرب. كبرنا كملنا، واش رايحين نديرو؟ نزيد نتحف شويه قلنا راهم بعد يزيدو يطلعو ميبقاوش هكايا. حنا يكسب خير نخلو لهم هذه لابلاص باش كي يخمرو يجو هذيك لافارس تطلع تجي سويس ومع لا تارت يجي والو ناقص. واش نديرو دروك؟ نحكمو لوز إيفيلي ونديرو عليهم باغتو. هاك اللايم هذاك اللي طاح تعمروش لي سانكو
لازم غير بالعقل تشوفوا لا غوسيت وديرهم بالعقل، يجوا بنان يجوا شابين، وتقدميهم للضياف تقدميهم كما حبيتي. ليك تيا تفرحي عمرك، ماشي شرط غير الضياف، تيا وليداتك الزوج تاعك تبقاي هكا كيما دروك. رانا مع هذا الفيروس رانا في الديار، ابا قفتوا على كمايمكم وبداو تنوعوا في الخبيزات في الحليوات، وهكا واحد ما يقلق في الدار، الدراري ما يقلقوش. الا عندك بنيات صغيرين دخليهم يشاركوا معاك ثاني كينيه، واحد ما يتقلق. وحتى تفوت علينا هذه الحاله ربي يجوزها بالخير ان شاء الله، والمريض الله يشفيه والصحيح الله يحفيه، والله يجعل غير خير يا ربي، وتهلاو في روحتكم وربي يحفظكم، والوقايه خير من العلاج. وما تخرجوش قعدوا في ديالكم هكا تلهاو، دركو نديرهم يطيبوا على 170 25 دقيقه صادي با لو فور، كل واحد والفوغ تاعو كما نقول، يطيبوا ونعاود نولي معكم. فوالا الحلوه تاعنا راهي طابت، لي تختولات تاعنا طابو. دوك واش نديرو؟ نديرو لهم الناباج بارتو، نابوهم نابوهم يجو شابين، يجو يبريو شابين. درناهم على 170 23 دقيقة، 170 23 دقيقة. نزيدو لي تخلات تاعنا صغار، يجو بنان شابين بزاف. إن شاء الله يعجبوكم وديرو المقادير كيما قلتلكم، ما تستو حتى شي، وتاكلوهم وتفرحوا بهم ان شاء الله. ديروا سخطوا لوليداتكم، رانا قاعدين في الديار. هيا دوك نصنعوا الحلوه ونصنعوا الخبز ونطيبوا الطاجين، والله غير الراجل مسكين يباسو غي قالي هذيك الفرصه اللي ما كانتش عنده المرض تخدم، ولا هو يخدم مسكين ما عندوش وقت لولادو. المرض ساخت، مي جاتنا فرصه باش نتلايموا مع وليداتنا ونشبعوا منهم ويشبعوا منا، وما نخرجوش. قالوا لنا ما تخرجوش، ما نخرجوش، ناخذوا الاحتياط تاعنا اللازم، ما نضلوش واش نروحو ندورو، كلشي راه مغلوق، واحد يستحضر على روحو ويدير حوايج على وليداتو يفرح بهم ويقعد في دارو كيما راكم تشوفو. راني درتهم من لاباج بارتو، دوك نديرو في صحن التقديم ونرجع معاكم. لي تختولات تاعنا راهم موجدو، شوفو كيفاش جاو شابين. على فين درت لهم الناباج، طابو مليح، شوفو كي طابو دوغي. غوسيت صابجيغ سهله ما فيهاش مقادير بزاف، وان شاء الله تعجبكم. ودو المقادير كيما درتهم لكم بالضبط وجربوها، خلو لي كومونتير وما تنساوش تفوتوا على القناه ديالي. ديروا لي جام وتابوناو عندي، ونتبادلوا لي غوسيت، نتبادلوا كلش اللي تحبوها طلبوها مني ما كاش مشكل. وان شاء الله ربي المريض ربي يشفيه، وقعدوا في داركم قدام وليداتكم وفرحوهم، والوقاية خير من العلاج، وتهلاو في روحكم ويا ربي يشفي كل مؤمن. ونوريكم هذه اللي تحت كيفاش يجو دايرين، نقسم لكم واحدة شوفوا كيفاش يطيبوا، يطيبوا هايلين، يجو بنان بزاف ويذوبوا في الفم. بالصحة والراحة ومع السلامة.